ثمن حقيبة زوجة أخ نوش يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. أظهر ثمن حقيبة يد زوجة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخ نوش الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدرت قيمتها المالية بين 2 ملايين و 3 ملايين. وأعرب المتتبعون عن انبهارهم من ثمن الحقيبة خلال اصطحاب أخ نوش لزوجته الأربعاء 8 شتنبر الماضي لصناديق الاقتراع بأكادير. يذكر أن إطلالة زوجة أخ نوش لقي اهتماما أيضا من قبل المتتبعين، مشيرا إلى تغيرها وظهورها بلوك جديد.